اليوم نتخذ إجراء تصعيديا بالوقفة الثانية التصعيدية ضد قرارات المجحفة لمنسقة شعبة محضر الصيدلة، منسقة غير قانونية بالمعهد نسبة للمادة 12 من القانون داخل المعهد. اليوم هذه المنسقة التي تتخذ من الترصيب الممنهج للطلبة، ترصيب 36 طالب مستدرك الآن من أصل 39 طالب، وهذا أمر ممنهج لأن هذه المنسقة تتخذ ترصيب ممنهج لثلاث سنوات متتالية، يعني منسقة يلا عندها أربعة سنوات وأربع شعب قامت بترصيب أكثر من 40 طالب في المجموع، أكثر يعني أكثر من 60 طالب عفوا. اليوم عندنا 36 طالب مستدرك من أصل 39، 15 طالب تم ترصيبهم السنة الماضية، وسنة ما قبلها كان ترصيب 15 طالب أيضا. اليوم هذه المنسقة الغير قانونية، تواجدها غير قانوني، منسقة غير مسؤولة، لم تحترم الحيز الزمني للحصص، لم تحترم مجموعة من الأشياء. نطالب إدارة المعهد الآن بتطبيق القانون، الإدارة تسهر على تطبيق القانون. اليوم يجب أن نعرف هل تطبيق القانون فقط على الطلبة، يجب على الإدارة أن تتخذ جميع وبحزم جميع الإجراءات اللازمة بإعفاء المنسقة، منسقة شعبة محضر في الصيدلة، استكمال زمن الدراسي المهدر للطلبة لأن يعني لم يقومون باستكمال الجدول الزمني للحصص، وبإعادة امتحانات الدورة العادية في ظروف تسوبها يعني في ظروف مثالية لإجراء امتحانات جامعية. المطالب ديالنا اليوم احنا كطلبة شعبة محضر في الصيدلة أننا كنطالبوا بالكرامة ديالنا، أن لا يعقل أننا نعيشوا في القمع والظلم من طرف اللي كنتعرضوا ليه من طرف المنسقة. المطلب ديالنا الاول ان المنسقة تغير لينا، كنطالبوا منسقة اللي تكون من الشعبة ديالنا اللي غتفهمنا وغتفهم طريقة العمل ديالنا، وكنطالبوا بالكرامة ديالنا لاننا ما بقيناش قادرين نعيشوا في الظلم والقمع والاستهزاء بالطالب.